طيب سرايا، خليني ابتدي معاكي. هو الحقيقه انتوا كانت ظروفكم متشابهه بس الظروف مختلفه، انتوا الاثنين بداتوا الموسم وما كملتوش، ولكن خليني ابتدي معاكي في البدايه. طبعا انت يمكن بداتي معاهم السيزون، كانت البدايه صعبه ولكن ما قدرتيش كمان ان انت تكملي معاهم، فاكيد ده بالنسبه لك كان اصعب على المستوى الشخصي كلاعب. اكيد طبعا كان الموضوع صعب، يمكن في الاول ان اول بطوله لعبناها من احنا طلعنا السنه اللي فاتت كسبانين 5 بطولات، فاول بطوله لعبناها اللي هي مرتبط خسرنا من سبورتنج، فاكيد كانت حاجه يعني مش كويسه لينا كلنا. قدرنا بعد كده ان احنا نكسب السوبر والمنطقه، وبعدين انا حصل لي ظرف فما قدرتش ان انا اكمل الموسم، بس ان هم يقدروا يوصلوا يعني الحمد لله ان الفرقه قدرت انها تكمل وتقدر انها، برغم ان احنا فعلا زي ما رونيم وميرال قالوا ان احنا كان عددنا قليل، بس الحمد لله قدروا ان هم يبقوا مع بعض اكتر وان هم ويحتووا المحترفه اسرع، وقدروا ان هم يبقوا يعني يكسبوا. يعني احنا لعبنا سبورتنج 8 مرات، كسبوا 4 واحنا 4، واحنا كسبنا يمكن اهم 4 في الموسم كله، كسبناهم في الكاس وفي الدوري، فقدرنا ان احنا نرجع تاني. يمكن بطوله المرتبط هي بطوله وكان نفسنا ان احنا نبقى برضو عاملين موسم من غير هزيمه، بس البطولات الاهم احنا قدرنا ان احنا نكسبها.